طلاب اليوم نسوي مراجعة سريعة على المحاضرة السابقة، وراح نبدي بالسنتاكس أنالايزر، وتعلمنا بالمحاضرة السابقة شلون نحول الجرامر اللي عندنا هنا نحوله إلى تري، نحوله إلى تري، وتعلمنا أيضا شلون نطلع الأوتبوت النهائية من خلال الليفز النهائية اللي موجودة من خلال الشجرة، وتعلمنا أيضا شلون نحسب الأوتبوت مالتنا، نبدأ من اليسار باتجاه الروت النهائية ونروح على الاتجاه اليمين، دائما نبدي بالاتجاه اليسار دكتور للاتجاه ماكو اليمين. صورة ترى. ها تمام. واضحة شباب هسه طلاب؟ تمام هي لسه رجعت موجود اشتغلت، الصوت. هسه اشتغلت استاذ تمام. فهنا تعلمنا اللي قلنا على بالنسبة إلى التري، وبعدها أخذنا اللي هنا السنتاكس أنالايزر، هنا قلنا بالنسبة لهذا الجرامر يعني لازم ناخذ فقط من جهة اليسار وبعدين نحول على جهة اليمين، لأن الجرامر ما بي امبيجوس، ما بي امبيجوس، فالتري راح تكون محددة عندي بالاتجاه الواحد. وأخذنا الديريفيشن وعرفنا الاشتقاق، كيف نسوي عملية اشتقاق للإنبوت اللي ينطيني إياه من خلال السلام الليفت موست عليكم. ديريفيشن. عليكم السلام ورحمة الله، شلونك استاذ، شو اخبارك؟ حياك حياك الله. استاذ بس على مود الحضور، انا هسه يلا جيت، كنت خارج البيت ماشي متاخر. ماشي ماشي، ماكو مشكلة، ماشي شكرا. بالأخير إن شاء الله أنزلكم الاستمارة وتكتبون أسماء. ماشي استاذ شكرا. عندنا هنا بالنسبة للليفت موست ديريفيشن والرايت موست ديريفيشن، عرفنا الاشتقاق من جهة اليمين وقلنا كيف تكون الاشتقاق، وأيضا تكلمنا على تحويل الديرفيشن من جهة اليمين وجهة اليسار، وقلنا تكلمنا الامبيجوتي، هو شنو الامبيجوتي؟ هو عباء الغموض، يعني أنا ما أعرف أشتق من جهة اليمين أو جهة اليسار، الاثنين الحال بها صحيح، لكن أكو اشتقاق عندي من جهة اليمين ومن جهة اليسار، هذا بالنسبة للامبيجوتي. زين اليوم راح نتكلم على الليفت ريكيرجن، ليفت ريكيرجن. هذا الليفت ريكيرجن انتبهوا لعلي طلاب، اللي عنده اي اشكال بيه يقول لي انا هذا هنا أنا ما فهمت، على مود نعيده. هو شو يقول؟ يقول a grammar is left recursion if has non-terminal k such that there is a derivation k to k for some string. يعني شنو يقصد بيها طلاب هنا أنا؟ هنا أنا بالنسبة هنا بالنسبة هذا الكي، عندي هذا الكي وعندي هنا كي ألفا، الألفا وسترينج ألفا، يعني السترينج ألفا معناتها يعني أي رمز وراها، أي رمز وراها. شنو معناتها طلاب؟ هنا يقول أي جرامر، أي جرامر إذا كان عندي كي، إذا كان عندي كي، طبعا الكي هو القاعدة، ما يقصد به فقط الكي، يعني يقول لك اي كي ينطيني كي وراها انا مالي شغله بيه، الاور هذا راح تجيني جرامر ثاني، الاور يجيني جرامر ثالث، اور يجيني جرامر رابع، بس هنا أنا الشرط مالتي يعني الحرف يؤدي الى الحرف نفسه، الحرف يؤدي الى الحرف نفسه، يعني لما اجي اقول لك هنا أنا كي، هذا الكي عندي هنا أنا كابيتال، انطاني كي سمول، هذا ما يؤدي الى نفسه، الكي سمول يختلف، اي كابيتال انطاني الى اي سمول، هذا شبيه، هذا ما بي ليفت ريكيرجن، لازم نون تيرمينال ينطيني نون تيرمينال. انتبهوا طلاب، شنو التيرمينال وشنو النون تيرمينال؟ النون تيرمينال هو اي حرف كبير بالجرامر، اي حرف كبير
بالجرامر يسمونه نون تيرمينال، ان كان على جهه اليسار او على جهه اليمين. فلما اقول لك هذا الجرامر واستخرج لي النون تيرمينال، تروح تدور على الاحرف الكبيره، على الاحرف الكبيره اللي موجوده بالجرامر. التيرمينال هو الاحرف الصغيره اللي موجوده وين؟ بالجرامر. يعني اذا تشوف اي سمول، سي سمول، بي، هذني كلهن يسمونهن تيرمينال، احرف صغيره. نون تيرمينال هي الاحرف الكبيره. يعني لما يكون عندي هنا مثلا كي اي بي، لما اقول لك استخرج لي التيرمينال والنون تيرمينال، هذا انا اقصد به حرف كبير الكي. تجي هنا سوي جدول تقول هذا النون تيرمينال، النون، وهذا هنا عندي التيرمينال، هذا التيرمينال. النون تيرمينال هو الحرف الكي وحرف البي. التيرمينال هو حرف الاي. اذا بالسؤال زودها قال لك اعطيني الستار سمبل، الستار سمبل هو اول حرف بالجرامر، اول حرف بالجرامر. يعني يجيب لك جرامر مثلا كي، الكي انطاني مثلا اي سمول، اجى هنا قال لك البي انطاني مثلا سي سمول، الدي انطاني مثلا بي. اول واحد بالجرامر ايه هذا؟ اول واحد بالجرامر هو هذا الستار سمبل مالتي، وهذا الستار سمبل، هذا يسمى الستار سمبل، ستار سمبل. طبعا هاي بس مصطلحات على مود تعرفونها، بس ايضا مهمه تعرفون شنو هو الستار سمبل وشنو هو التيرمينال وشنو هو النون تيرمينال. نمسحها طبعا كلها مسجله. هسه بالنسبه للليفت ريكيرجن طلاب، لما اسالك الليفت ريكيرجن هو شنو، تقول از ذا ليفت ريكيرجن اف هاز نون تيرمينال كي سيتش اد ذير ديريفيشن كي تو كي فور سم سترينج الفا. هذا طبعا التعريف مال الليفت ريكيرجن، يعني هو اي نون تيرمينال، اي نون تيرمينال، اي حرف كبير يؤدي لي الى حرف كبير بعد السهم. اي حرف كبير ينطيني هم حرف كبير بس لازم نفسه مو غيره. يعني مثلا الكي للزت، لا هذا ما يعتبر بي ليفت ريكيرجن، اختلف. بس هو المشكله عندي كي انطاني الكي، هذا بي ليفت ريكيرجن واتخلص من عنده. تعلمنا ثلاث شغلات، هو التيرمينال والنون تيرمينال والستار سمبل. احد يقدر يعيد لي اياها؟ شنو التيرمينال وشنو النون تيرمينال والستار سمبل؟ استاذ الستار سيمبل هو الحروف، والتيرمينال الحروف الصغيرة، والنون تيرمينال الحروف الكبيرة. أحسنت. الستار سيمبل هو أول واحد بالجرامر، والتيرمينال هو الأحرف الصغيرة، والنون تيرمينال هو الأحرف الكبيرة. زين هسا نجي إحنا، أنا عندي هسا جرامر وبي ليفت ريكيرجن، شلون أتخلص من عنده؟ شلون أتخلص من عنده؟ دكتور بلا زحمة بس عيد، هذا مصير زحمة. اي احنا بالنسبة لنا بالليفت ريكيرجن عندنا ثلاث شغلات رئيسية، هي التيرمينال والنون تيرمينال والستار سمبل. التيرمينال قلنا الأحرف الصغيرة، النون تيرمينال هي الأحرف الكبيرة اللي موجودة بالجرامر، والستار سمبل هو أول حرف بالجرامر، أول حرف بالجرامر. راح أجيكم على الجرامر هسه القادم إن شاء الله، وراح تفهمون كل شيء اللي تكلمنا به. شوفوا طلاب، هذا بالنسبة لليفت ريكيرجن القاعدة مالته، هذا القاعدة مالته. انتبهوا لي على الطلاب، انتبهوا. هنا أنا بالنسبة للليفت ريكيرجن شلون أتخلص من عنده؟ شلون أتخلص من عنده؟ هسه يجي هنا أنا، شو يقول؟ هذا الكي،
هذا الكي انطاني نفس الكي، هذا الكي انطاني نفس الكي. Or هاي البيتا يعني اي احرف وياها. شنو معناتها هاي؟ شنو معناتها؟ معناتها هذا الجرامر يقول لك بي ليفت ريكيرجن، لان الكي انطاني كي. شلون اعرف هذا الجرامر بي ليفت ريكيرجن؟ معناتها اشوف الحرف ينطيني نفس الحرف. اذا اشوف الحرف ينطيني نفس الحرف اقول هذا بي ليفت ريكيرجن. كي ينطيني الكي، اي ينطيني لاي، زت ينطيني للزت. هذا بالنسبه للليفت ريكيرجن. زين شلون احله؟ اجي هسه انا هذا اللي اعطيتك اياه بالسؤال، هاي القاعده مال الليفت ريكيرجن. اجي اول شيء انزل الكي. طلاب انزل الكي، اللي ما يفهم قول ما افتهمت على مود نعيدها بسرعه من نروح الى النهايه. اللي ما يفهم يقول انا ما افتهمت هاي الخطوه عيدها دكتور. فاجي انزلت الكي، شو اسوي؟ شكو واحد اللي أدي لي بالليفت ريكيرجن اخليه على صفحه. كل شيء ما هسه بالنسبه اللي بالاول قاعده هنا بالليفت ريكيرجن، اذا الحرف بي ليفت ريكيرجن اعزله بصفحه. شنو اجي اللي بعده اللي بي الاور، اللي بي الاور انزله. شنو البي؟ هاي معناتها البيتا زائدا كي بار. اتوقع اخذتوا الكي بار. من هو الحرف نفسه هذا اللي ادالي بي ليفت ريكيرجن، بس اضيف له البار. هسه انا ضفت حرف من عندي هو الكي بار، عاد اجي جوه اقول الكي بار هو شنو؟ الكي بار هو ما تبقى، انتبهوا، هو ما تبقى من الاحرف اللي ويا العنصر اللي سبب لي الليفت ريكيرجن. من هو اللي سبب لي الليفت ريكيرجن؟ الكي ويا من؟ ويا الكي. بس الكي اكو احرف ويا النوب اخذهم، اللي بقوا زائدا الكي بار. كملت وياها أبسلون. هاي من ضمن القاعدة مالتي. فأول ما أجي على الحرف اللي أدي لي للليفت ريكيرجن خليه على صفحة. هذا جيت خليته على صفحة، كل شيء ما سويت له. أجي على اللي بعده اللي بالأور، اللي ما بي ليفت ريكيرجن أخذته وخليت وياه كي بار. هاي بالنسبة إذا عندي عنصر واحد، بس إذا عندي عدة عناصر راح نشوف هسه. وأجي الكي بار هو المتبقي هنا. شنو بقالي؟ بقالي الألفا زائد كي بار وياها شنو؟ الأبسلون. زين هسه هاي أول شيء هنا أنا. زين احنا نفسها بس بها عدة عناصر، يعني اكثر من واحد. هسه عندي هنا واحد بس قال لي اذا عندك عدة عناصر هنا نفس القاعدة. طلاب نفس القاعدة بالضبط، يعني عندي من الكي الى هنا البي ان والكي 1 تو كي ام والبي 1 البيتا الى البي ان، شلون نحلها؟ فهنا شوفوا طلاب، اجي هنا الكي انطاني كي هنا وهذا وياه. فاجي اخذ، قلنا شنو احنا قلنا بالقاعده، ناخذ الحرف اللي ما بي ليفت ريكيرجن نزلته، جاء نزله وياه من ويا الكي بار الثاني كي بار الى البي ان الكي بار. بعدها جو اخذ الكي بار هو المتبقي هنا زائدا ابسلون. هنا وير كي از نون نيو نون تيرمينال اند ابسلون از ذا امتي سترينج. هنا شي يقول انتبه عليها هاي. هنا هذا معناته شنو؟ هذا ما بي ليفت ريكيرجن. انا لما اجي هنا اشوف الاي انطاني
انطاني بي اي سمول اي. مع العلم هو بالجرامر الاي انطاني موجود هذا الاي، بس اني اقول هذا الجرامر ايش كاتب لك؟ This procedure will not eliminate indirect left recursion of the kind. هذا يعني اذا الاي انطاني بي، لان بعد السهم انا همشي اللي بعد السهم اقول بي left recursion، لازم يكون عندي الحرف متشابه. انا اللي بعد انا مالي شغله، بس اهم شيء اللي بعد السهم يكون الحرف متشابه. شوف البي هنا انطاني اي، هذا ما بي يعتبر ما بي left recursion. هذا بالنسبة لل left recursion. راح ناخذ المثال لجرامر وراح يتوضح لكم أكثر. شوفوا طلاب، هسه نجي، هذا طبعا واحد من الاكزامبلات، واحد من الاكزامبلات اللي بيها left recursion. هذا واحد من الاكزامبلات اللي بي left recursion. انا شلون عرفت بي left recursion؟ شوف هنا طلاب الاتش انطاني، الاتش انطاني، انطاني اتش، الاتش انطاني اتش، الواي شنو انطاني؟ واي. هذا شنو نسميه؟ نقول هذا بي left recursion. الاف انطاني قوس، عن بعد السهم مباشره القوس، لا هذا ما بي left recursion. اي دي، الاي دي هم ما بي left recursion. هنا اتش انطاني واي، هم هنا ما بي left recursion. فاول ما اجي على القاعده مالتي طلاب، على القاعده مالتي انزل الاتش، انزل الاتش، ايش قال لي هو بالقاعده؟ قال لي اللي بي left recursion عوفه، عوفه هسه اللي بي left recursion عوفه، روح على اللي ما بي left recursion. من هو اللي ما بي؟ هذا الواي، جيت نزلته، هذا الواي، هذا الواي ما بي left recursion، ماشي؟ هذا الواي ما بي left recursion. ويا من زحمة عليك، ممكن تعيد الخطوة اللي قبلها؟ هنا أنا طلاب شلون عرفت هذا اللي الجرامر بي left recursion؟ شلون عرفت بي left recursion؟ عرفت left recursion لما يكون عندي الحرف بعد السهم يؤدي لي إلى نفس الحرف. فهنا الاتش، هنا الاتش انطاني نفس الحرف، اذا تنتبهون علي طلاب، هنا أنا هذا الحرف الي نفس الحرف، تشوفون هنا الحرف دا الحرف، هذا باي الحال، هاي الحاله معناته اني عندي left recursion. شلون اتخلص من عنده؟ على القاعده مالتي طبعا، يا ريت اللي دزيت لكم اياها تفتحونها قدامكم وتفتحون على القاعده على تكون واضحه لكم. هنا القاعده ما تشي تقول، تقول اول شيء احنا ننزل الحرف، الحرف هنا عندنا هذا الاتش نزلناه، اللي هنا اللي بي left recursion، اللي بي left recursion اعوفه اتركه، اروح على الاور، اروح على الاور اللي ما بي left recursion. من هو اللي ما بي left recursion؟ هذا الواي، الواي. ليش؟ لان عندي الاتش انطاني واي، الاتش انطاني واي، فما بي left recursion، نزلته. شنو وياه ضمن القاعده؟ يقول البار، البار. اجي انزل الاتش بار، الاتش بار، شو يقول؟ يقول هو المتبقى، هو المتبقي مال العناصر اللي بيها left recursion، العناصر اللي بيها left recursion. هسه ال H انطاني H، تخلصت من عنده بهاي، هسه شنو الباقي من نابقة؟ زائد هنا Y، وضمن القاعدة يقول لازم تنزل ال H bar،
زائدا نانا اور ابسلون اور ابسلون. هسه لو ارجعكم هنا على القاعده مالتي اذا تنتبهون عليها طلاب هنا اذا تنتبهون على القاعده مالتي هنا شو تقول؟ تقول هنا القاعده مالتي هاي اذا شفتوها هنا الكي انطاني كي الفا بيتا هنا الكي ايش قال؟ قال اتركه روح على البيتا هنا اخذها نزلناها البيتا زائدا الكي بار زائدا الكي بار وبعدها الكي بار هو المتبقي هو المتبقي اللي بقى عندي هنا أنا اللي بقى عندي هذا اللي بقى عندي هو الألفا نزلت هنا أنا الألفا زائدا الكيبار الألفا يقصد به شكو حرف موجود عندك ألف حرف عشرين ثلاثة اثنين واحد ماكو هم شيلة بقى بس الكيبار وينطيني شنو هنا أنا الأبسلون. هسه نجي هنا أنا نرجع على السؤال مالتنا. استاذ نعم استاذ ليش ابسلون؟ يعني ما فهمت شنو يعني هي قاعده نحطها لو على ياسر؟ اي لا لا الابسلون هي من ضمن القاعده مالت الليفت ريكيرجن فالابسلون راح تعوض لي بالنسبه للاحرف اللي احنا حذفناها فهاي الابسلون من ضمن القاعده مالت الليفت ريكيرجن يعني مو بها لا كل ما تتخلصين من ليفت ريكيرجن بالنهاية لازم يكون أبسلون بس الأبسلون مو بالأول راح يكون بالثاني اللي به هو البار. تمام استاذ. هسه كملنا أول واحد نجي على الثاني واحد نجي على الثاني واحد ثاني واحد هنا ايش يقول هنا من يحل لنا إياه هذا الواي إذا هنا يعني حذفناه على مود خاف من يحل لنا يا طلاب؟ نعم أستاذ. يلا دنيا أستاذ راح ننزل الواي أول شيء وبعدين ناخذ الحرف الماضي هو الاف الاف ليش ما أخذنا الواي ضرب الاف؟ استاذ ما بي ليفت ناخذه بالضبط احسنت هنا أنا اخذت الاف لان هذا الحرف ما بي ليفت ريكيرجن الواي انطاني اف هنا بس الواي انطاني واي عافته اخذت شنو اخذت الاف ويا شنو استاذ ناخذ الاف والواي داش الواي بار او واي داش كيفكم هنا وبعدها وراها شو نسوي استاذ راح نقول الواي بار تمام الواي بار المتبقي ضرب والاف بالضبط الواي بار الواي بار هو المتبقي اللي بقالنا هو ضرب الاف ضرب الاف وشنو وياه النوب والواي الواي داش الواي بار والنور اور اور اللي ابسلون ابسلون ايش خلينا ابسلون استاذ هي بالقانون هي بالقانون عفوا دنيا هنا بالنسبه لنا الواي بار انطاني الضرب الاف والواي بار زائدا الابسلون هاي بالنسبه للثانية تخلص معدها الثالثة من يحل لنا يا دكتور نعم بس هاي الثانية ما الواي اللي حلتها دنيا استاذ ليش ناخذ الضرب قبل الاف استاذ لو عادي تقدم الاف قبل الضرب لو لا لا ما يصير احمد ما يصير ليش خوش سؤال هنا أنا احمد يقول ليش اخذنا الاف ليش ما قلنا الف الضرب ليش قلنا ضرب الاف احمد احنا هنا عندنا يعني ان اوردر بالتسلسل احنا جينا اول شيء الواي هنا أنا. الواي انطاني واي الواي انطاني واي يعني انا هذا كل الشغل اللي قاعد اسويه على مود اتخلص من الواي ينطيني الواي اتخلصت من الواي ينطيني
لا، ولأن راح يكون في داخل لوب. فأنا تخلصت من الواي، لما أجي هنا إيش قال لي بالقاعدة؟ بالقاعدة قال لي الألفا، يعني أخذ العناصر اللي هي بعد شنو الواي، أخذ العناصر اللي هي بعد الواي، فلازم أخذها بالترتيب. شنو اللي بعد الواي؟ أكو الضرب، فنزلتها هنا أنا الضرب. اللي بعده شنو؟ F، خليتها F زائد الواي هي بالقاعدة. ثالثة من يحل لنا إياها؟ ساداني. ثالثة تبقى. يلا من هو؟ يلا شيلان. يلا شيلان. أستاذ هاي ما لها حل، لأن هاي مو ليفت ريكورجين. أي عفو. لأن ما عفو يعني حرف. بالضبط. هنا أنا ليش؟ لأن هنا أنا الأف راح ننزلها نفسها. أنا مو كل واحدة أعطيك إياها بالجرامر تقول لا لازم هاي بيها ليفت ريكورجين ولازم أتخلص من عندها. لا، أنت بحث السؤال وشوف الحرف، الحرف اللي يؤدي لي إلى left recursion، يعطيني left recursion، هو هذا اللي أتخلص من عنده. أما اللي ما بي left recursion ينزل نفسه بدون أي تغيير، بدون أي تغيير. هسه الأف انطاني هنا القوس وهنا H وهنا الID. دكتور هسه هاي الثالثة إذا جتنا F وانطتنا وراها صارت F استاد، بس اللي هي F والساد السهم والF استاد هاي هم تطلع من عندها lift. شلون أحمد؟ عيدها. هاي الثالثة اللي حلتها شداء. أي هاي قالت ما بيها lift regression. أي إذا هاي قلنا صارت هي بس الاف مو اتش. اي بس هم تنحال تصير بيها لا لا خوش سؤال. هنا احمد يقول اذا قال هنا الاف انطاني هنا هيك قوس وانطاني اف، هذا بيها ليفت ريكيرسيف؟ لا، هم ما بيها. ليش؟ هنا ايش قلنا طلاب؟ قلنا شرط هنا الاف وراء السهم ينطيني اف، يعني ماكو قوس. هذا القوس يعني معناته ماكو عندي بي ليفت ريكيرسيف. شرط لازم يكون بعد السهم هو نفس الحرف، هو نفس الحرف. بهاي الحالة راح يكون بي ليفت ريكيرسيف. طبعا بتستعجلون، راح نعطيكم هواية اكزامبلات راح ألا تفهمون اليوم إن شاء الله. سهل جدا، بس يراد لكم شوية تركزون على القاعدة. القاعدة ما تشي تقول، تقول الحرف بعد السهم يؤدي إلى حرف، اروح اشوف الاحرف اللي ما بيها اللي متشابهه ويا الستار سمبل مالتي واجي انزلها. استاذ اذا كان سمول لتر ورا راسه ما بي ليفت ريكيرسيف، هذا ما بي ليفت ريكيرسيف، يعني لازم كابيتال لتر بكابيتال لتر. بالضبط، لازم كابيتال لتر بكابيتال لتر يلا يكون عندي بي. هسه الطلاب من يقول لنا هذا بي ليفت ريكيرسيف وما بي ليفت ريكيرسيف ومن يحل لنا اياها؟ استاذ الاول ما بي. يلا علي اول واحد يقول ما ليش علي ما بي هذا ليفت ريكيرسيف؟ اول شيء اس نطاني ال وبين اقواس هذا ما يصير. بالضبط، لو مو ما يصير وانما نعم. هو ما بي ليفت ريكيرسيف، هذا ما بي ليفت ريكيرسيف. نعم. اللي بعده الثاني بي استاذ. ليش؟ لان الال نطانا ال. ال بالضبط، احسنت. هنا الال نطانا ال، شو نسوي له هسه؟ هسه نقول استاذ ال ينطينا اس اي او ال داش ال داش عفيه البار نسميه. نعم. وراها شو نقول؟ وراها ينطينا الالبار. اي ينطينا هاي العلامه مدى اشوف استاذ شنو اللي بيناتها، فارزه او شنو؟ الفارزه هاي تكون. نعم. فارزه. اي
استاذ هي هاي القاعده مال عقب على حضرتك، هاي القاعده مالت الضرب يصير بالبدايه، هاي العام اخذناه بالستاك ينطي نفس النتيجه، انه العمليه الرياضيه تصير بالبدايه فتعتبر هي الضرب بينات. لا مو احنا تختلف علي ما يخالف يعني استاذ اوكي استاذ المهم راح ينطينا وراح شنو استاذ راح ينطينا نعم الفارزه وشنو الفارزه وال البار والاس. لا يكون عندي الاس زائد الالبار راح يكون بالاخير. نعم وابسلون الالبار هنا أنا. هذا وياها الابسلون الابسلون. هاي تخلصنا من بالنسبه للليفت ريكيرسيف هنا أنا. هسه هذا عندنا الاس انطاني الال هنا أنا خلينا زلنا نفسه هنا اس البار والالبار الفارزه والاس والابسلون. استاذ تسمح لي سؤال؟ تفضلي شيلان. استاذ يعني ما يجيب مثلا فرضا اف يؤدي الى اف يريد من عندنا حل؟ ما في حل هذا هم يعتبر؟ لا بالنسبه هنا أنا بلا ليش ما يجي، بس راح اعطيكم اياها واحد واحد هسه يجيكم. تمام. بس تستعجلون بس تستعجلون هسه من يحل لنا هذا؟ هذا الاول ما بير ليفتركالج اول واحد عثمان يقول ما بي ليفتركالج ليش؟ لان عندنا الاس ينطيني هنا أنا. ينطيني الى اي اللي بعده استاذ ثاني واحد نحل يعني عندنا الاي وبلا اي شلون يصير عندنا الاي شي يصير يعني يصير هو عندنا اي فبرا اي فتنحل فنقول اي بار اللي هو اول شيء هنا هسعدنا الاي يعني قبل لا نجي على اي بار على مود نحل الاي الاوليه من هو اللي بي ليفت ريكيرسيف بدور البدور استاذ نقول الدي يعني ناخذ البرا الدي واللي هاي سلاش البرا لا بدل البدور دقيقة هسا احنا انطيني اياه هو اللي بي ليفت ريكيرسيف هسا الاول عثمان قال ما بي الثاني بي قلتي هسا الاي هنا أنا يا هو اللي انطاني البي ليفت ريكيرسيف الاي شنو انطاني الاي انطانا اي اي ودي يعني هذا قلت هذا اول واحد بي ليفت ريكيرسيف هذا عوفه صح لو لا ها يعني الاي ودي اثنين عوفين اي طبعا احنا ايش قلنا قلنا بالنسبه للاي اذا انطاني اي هذا عوفه هسه اللي وراء الاي انطاني الاي واللي اخذه هذا يعني نبدي من الفاصله هاي الشارحه يعني اللي بعد الاي دي اي شنو الاي والاي هذا همي انا ناخذه لو بي ليفت ريكيرسيف بس هو ما له دخل يعني هو اي بس ما له دخل يعني بيناتهم فاصله استاذ ما راح ناخذه ليش لان هذا ايضا بي بي ليفت ريكيرسيف شو وين راح نروح نروح على اي بي نروح على الاي والبي نروح على الاي والبي لان هذا اللي ما بي ليفت ريكيرسيف راح يصير عندنا هنا الاي والبي وشنو وياها الاي والبي استاذ الاي بار اي بار بقى شيء لو خلاص عندنا استاذ الاي والسي بالضبط الاي والسي ونخلي الاي الاي بار 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 وراها شو نقول نقول الاي بار اي دي اي بار دي اي بار او اي ونقول الاي اي بار
اي بار بعدين اور اور ابسلون ابسلون والاخير البي استاذ ما في حل هذا ما بي ليش لان الحرف عندنا هنا البي ينطيني الى بي سمول شوف طلاب انا عندي ايضا البي ينطيني البي بس هنا عندي الحرف سمول فهذا ما بي ليفت ريكيرسيف دكتور ثاني واحد بس عيده تمام ثاني واحد هنا هشام يقول نعيده هنا اف سمول ليش صارت عندنا مثلا اخذنا اي بي والاي سي هذا ما اخذناه نجي هنا نقول الاي الاي اجى الاي انطاني نفس الاي الاي انطاني نفس الاي هذا معناته شنو هو معناته بي ليفت ريكيرجن الاي انطاني الاي هذا بي ليفت ريكيرجن قلنا شنو هو نعوفه جينا على ثاني واحد اجى الاي انطاني اي والاي هذا ايش بي الاي والاي هذا بي ليفت ريكيرجن ايضا هم راح اعوفه راح اجي اخذ من هو راح اخذ الاي والبي اخذ الاي والبي لان الاي ينطيني اي سمول احنا قلنا لازم الحرف ينطيني نفس الحرف الكبير هذا نقول بي ليفت ريكيرجن طاني الاي اخذت الاي بي ويا الاي بار الاور اجيت اخذت هنا الاي انطاني اي والسي هم اخذتها وياها الاي بار واجيت هنا الاي بار انطاني شنو المتبقي هنا المتبقي مالت الدي والمتبقي الاي مالت اللي هي سببت للمشكله مالت الاي انطيني للاي هذا بالنسبه للمتبقي زائدا بالقاعده يقول بيها ابسلون واضحه هشام لو بعدها صعبه هاي تمام دكتور مو هشام ما انقلت احمد واضحه اي تمام صفا هذا طبعا على نفس القاعده مالتنا هو هنا الاي هنا شوفوا يعني بس شنو اكو شغله على ما تكونون بالصوره يعني اذا انطاني شوف الاي انطاني اي الالفا زائدا البيتا يعني اذا كان عندي حرفين شلون اتخلص من عندهم فاني لما انا المشكله ويا من انا المشكله عندي ويا من ويا الحرف الاول انا الحرف الاول هو الاي انطاني الاي بس لكن بالجرامر لازم يعني يكون مختلفه فاذا كانت عندي مختلفه فما راح يكون عندي لوب فشوفوا هنا طلاب فجيت هنا على القاعده جيت نزلتها الاي هذا بي ليفت ريكيرجن اي اعوفه اخذ البيتا هنا أنا يعني مثلا اذا عندك جرامر جاك جرامر هيك قول الاي اي مثلا اي سمول وهنا اور البي ومثلا هنا عندك السي انطاني بي مثلا هذا الجرامر نفس الحاله هذا على نفس القاعده اجي اخذ الاي اخذ البيتا زائدا الاي بار والاي بار هنا أنا الأي بار هو المتبقي مالت أنا اللي قلت أول واحد اللي سبب لي المشكلة الباقي اللي وراه هو شنو هو الأي والألفا زائدا القاعدة مالت تقول الأي بار زائدا أو الأبسلون هسا لما أجي طلاب هنا أنا شوفوا هسه الاي انطاني هنا البيتا اختلف وهنا الاي بار انطاني شنو انطاني اي الاي بار انطاني اي فهذا تخلصت ثاني من الليفت ريكيرجن اجي على هذا هم نفس الحاله الطريقه مالته اجي اقول الاي نفس الحاله هنا ينطيني البي والاي بار واجي هنا الاي بار هو المتبقي شنو عندي اي كابيتال و
أي small وأي bar زائدا الأبسلون. هاي بالنسبة للقاعدة في حالة إذا إجاني حرفين متشابه فأنا متخلص من الحرف الأول، معناته الحرف اللي بعده الحرف اللي بعده تخلصت من عنده وتخلصت من الليفت ريكيرج. سعد ممكن تنطينا ناتج ونرجع لك يعني بالسؤال، ممكن تنطينا ناتج ونرجع جرامر؟ كل شيء وارد أبو حسين، كل شيء وارد. أريد الجرامر الأصلي، ما تقصروا. أي ممكن. هذا نفس اللي أيضا بالليفت ريكيرجن. هنا يقول there is two reason why we want to implement the left recursion. طلاب هنا هذا طبعا سببين رئيسية رغبتنا في تطبيق القواعد النحوية، يعني السبب الرئيسي باستخدام left recursion. بس طلاب يعني شغلة دقيقة دقيقتين ظل قرونا يا هاي، هسا أنا راجع لكم. طبعا هنا السبعين اولا غالبا ما يكون من السهل اضافه حسابات السمات الى معالجه اللغه التي تقوم بتنفيذ قواعد النحو العوديه اليسرى كمثال تافه، ولكن توضيح فكر ما فيما يعالج ما يقوم بتحويل الارقام الممثله كسلسله احرف الى قيمها وصيغه اليسار. طبعا هاي ترجمه مال جوجل، لكن هنا it is often easier to add attribute to computation the language processor that implement left recursive grammar. طبعا من السهولة احنا نضيف هاي الاحرف اللي احنا نضيفها وهي بالنسبة للأي بار على مود نتخلص من الحالات التكرارية اللي موجودة عندنا بالجرامر. لكن هسه راح نجي نشوف اذا في حالة استمر عندنا التكراري راح يتوقف الجرامر ونقول no solution. هذا الجوهر الرئيسي من تطبيق الليفت ريكيرسيف، يعني السبب الرئيسي للإمبلمنت الليفت ريكيرجن هو التخلص من التكرار والغموض. عندنا هنا الليفت فاكتورينج، راح ناخذ جرامر بليفت فاكتورينج وبليفت ريكيرجن ونحله، وراح يكون عندكم واضح. اي سؤال عندكم ان شاء الله راح نراجعه بالاخير. فهنا the basic idea is that when not clear which are two alternative production use expand and non-terminal we may be able to rewrite up a production deferred decision until we have the scene enough of the input to make the right choice. هنا أنا بالنسبة طلاب بالنسبة للليفت فاكتورينج، هنا أنا بالنسبة للليفت فاكتورينج هو أخذ المتشابه، أخذ المتشابه اللي موجود عندنا بالجرامر. فهنا أنا عندنا، شوف هسا أنا عندي الكي، عندي الكي انطاني ألفا بيتا. هنا أنا بالنسبه للليفت فاكتورينج يعني ما له شغله يعني لما يجيك بالسؤال طلاب
لما يجيك بالسؤال يقول لك just find the left factoring، انت ما راح تدحق على left recursion، انت ما راح تدحق على left recursion، بس في حالة قال لك اوجد left recursion والleft factoring، لا انت لازم بالجرامر اول ما تبدي بالleft recursion وبعدين تروح للleft factoring. هنا بالنسبة للكي عندنا هنا الكي انطاني الفا وبيتا وهنا الفا وبيتا، شو اسوي؟ اجي اخذ الكي، اخذ الكي واجي اجي هنا اجي اخذ متشابه واحد من ذولا، اخذ متشابه واحد من ذولا، شوف ذولا الاثنين طلاب واحد من هذولا، يعني لازم ايش بيهم؟ لازم اثنيناتهم متشابهين، اي اور الاي، بي اور البي، والورقه ما لي شغله بالاحرف، بس اهم شيء اهم شيء يكونون في نفس الموقع مالتهم ونفس العنصر، نفس الموقع ونفس العنصر على مود اخذ واحد منهم متشابه، زائدا الكي بار واللي بعدها الكي بار تختلف عن الليفت ريكيرجن. هنا يعني انزل بالنسبه لي هنا البيت البيتا وهي الباقي عندي والبيتا الثانيه اللي موجوده عندي بالعنصر الاول. يقول لك اور اور هنا عندي اكثر من واحد، اكثر من واحد هنا اذا كان عندي اكثر من عنصر، يعني عندي مثلا 2 3 4 5 6 كلهم متشابهين، فانا راح اخذ واحد من عندهم، اخذ واحد من عندهم زائدا الكي بار والباقي، الباقي معناته اللي هو ما متشابه، اللي هو ما متشابه عندي بالجرامر، والكي بار بقى عندي البي 1 والبي 2 زائدا الى البي ان. راح ناخذ مثال وراح يتوضح عندكم اكثر، بس امشي بالقاعده احنا اللي عندنا هو راح ناخذ متشابه. هنا بس طلاب هنا عندنا بالعنصر هنا بالقاعده ناسين الابسلون ضيفوها اللي عندكم، راح اوضح لكم اياها هسه هنا بالسؤال. شوف هنا عندي هنا الاس انطاني الاي الاي تي اس اي اي تي اس اي اس الاي والاي انطاني بي، يقول لك فايند ذا ليفت فاكتورينج، فايند صوت راح صورة الصورة موجودة واقفة لا موجودة رجع الصوت صار تمام. هنا ايش قلنا لازم يكون نفس الموقع ونفس العناصر، لازم يكون نفس الموقع ونفس العناصر، يعني اخذ واحد من المتشابه. فاجيت هنا أنا شوف انتبهوا، جيت هنا الاس، الاس انطاني الاي والاي تي اس، هنا الاي والاي والتي اس اي اس، فهنا ايش بيهم ذولا؟ هذولا دي هنا الى متشابهين، فجيت اخذت واحد من عندهم الاي والاي والتي اس هنا الاي والاي والتي اس زائدا الاس بار، الاس بار اور قلنا شكو عناصر باقيه هنا عندي موجوده، نزلت هذا الاي الاس بار هو المتبقي، بس شنو هو الاس بار؟ احنا عندنا هناك بالجرامر، عندنا هناك بالجرامر مالت الليفت ريكيرجن لما ننزل زائدا الاس بار، بينما بالليفت فاكتورينج لا ما راح ينزل الاسبار بس المتبقي. نجي على اول واحد بقى من عنده شيء، لا هذا ما بقى من عنده شيء، هذا عوفه، هذا ما بقى من عنده شيء فاعوفه. اجي اللي بعده هنا، اللي بعده شنو اللي بقى عندي؟ بقى
عندي الـ ES جيت نزلت هاي الـ ES زائدا الأور الأبسلون. الثانية الـ E انطاني B هاي ما بيها left factoring. هاي بالنسبة للـ left factoring لازم يكون عندي عناصر متشابهة على مود آخذ واحد من العناصر اللي موجودة. ناخذ يعني مثال آخر على مود توضح لكم أكثر. هنا طلاب طبعا هذا واحد من الأسئلة اللي يعني جتي بالامتحانات الفاينل. قال لك هذا الجرامر تخلص لي من الليفت ريكيرسيف والليفت فاكتورينج. تخلص لي من الليفت ريكيرسيف والليفت فاكتورينج. أنا أول ما أجي على الليفت فاكتورينج عندي أخذ الليفت الليفت ريكيرسيف وراها أروح إذا أكو بالجرامر ليفت فاكتورينج أتخلص من عنده. أجي هنا أنا السي انطاني سي أي بي أي زت الواي. سي شنو انطاني؟ طاني سي. إذا عرفت هذا بي ليفت ريكيرسيف جيت نزلته. هنا أنا السي شنو انطاني؟ انطاني أي زت هنا أنا السي بار و الواي سي بار وجيت هنا استاذ وال اي بي مو اي بي بعد لا هسه انزلها هذا مو انا عندي هنا بالسي بار راح انزلها الاي بي سي بي هنا راح انزلها الاي بي اي بي سي بار زائدا اور ابسلون. هاي بالنسبه يعني بالليفت ريكيرسيف. اجي على الثاني. دكتور احنا مو كنا قلنا ناخذ بعد اللي يتشابه يعني اذا يجي سي بعد احمد احنا ايش قلنا؟ قلنا هذا السؤال بي ليفت ريكيرجن وبي ليفت فاكتورينج. فاني اروح على الجرامر. الجرامر ما راح يجيك يعني انت بعدك على بس الليفت فاكتورينج وبالجرامر يجي بي ليفت ريكيرجن ويجي بي ليفت فاكتورينج. بس لكن اذا بالسؤال حددك بس الليفت فاكتورينج البقية كلهن ذنيش تنساهن. البقية تنساهن تركز فقط على الليفت فاكتورينج. بس هذا الجرامر بي ليفت ريكيرجن وبي ليفت فاكتورينج. فأجي أخذ واحد واحد. أخذ واحد واحد واحد. أتخلص من الليفت فاكتورينج ريكيرجن. كملته أروح على الليفت فاكتورينج. لازم يطبق عند القاعدتين. أجي الثاني. هنا أنا الثاني. بي شي. هنا أنا. هذا. أحد يقدر يجاوبني. لا استاذ ما بي ليش ما بي استاذ ما بي لان هنا التي ما انطاني. وشوف هنا بالنسبه للاف طلاب شوف الاف هنا اكو اف مش شابه بس ايش قلنا لازم نفس العنصر ونفس الموقع على مود يكون اذا كان عندي بي ليفت فاكتورينج. اجي على الثالث هنا الاف انطاني اف اي والاف والدي والاتش والجي هذا بي شي هذا الثالث استاذ بي ليفت ريكيرجن شلون نحله الليفت ريكيرجن استاذ ننزل الاف اي وناخذ الاف دي العفو اي اف دي واف شنو قلت ناخذ شنو الاف شنو ينطيني اف دي كاستل شنو؟ صديق يقول لك ناخذ الاف دي ما ياخذ الاف دي بس على ايش جي بالضبط على الاتش جي هنا ليش لان انا الاف دي هو نفسه عندي هو البي ليفت ريكيرجن واجي هنا الاف بار والاف بار شنو ينطيني؟ ينطيني اي اف بار اف بار بعدين الدي اف بار دي اف بار
وش الثاني؟ اف دي مو اي دي اف بار ابسلون استاذ بالاف بار انت كتبت قلت اي اف بار هي اف اي مو مو احنا احمد احنا هو قاعد نسوي الليفت ريكيرجن على مود نتخلص من الاف على مود نتخلص من الاف بعد بس شوي راح ادوخك شوي بعد اول واحده شنو استاذ تسوى يا هي عندك هذا الاف الاول غير اي استاذ هذا انا هنا انا هنا الاف الاف انطاني اف وهذا انطاني اف فانا بالنسبه اللي بالليفت ريكيرجن اقول له انتظر على صفحه شويه هسه هذا عوفه اروح وين اللي شنو هو اللي ما بي اللي ما بي الليفت ريكيرجن من هو اللي ما بي ليفت ريكيرجن هذا الاتش والجي الاتش والجي فجيت اخذت الاتش والجي واخذت وياها شنو ضمن القاعده شنو ينطيني الاف بار وبعدها الاف بار ينطيني المتبقي مالتهم اجي هسه على اول واحد شنو المتبقي هنا أنا؟ الاف انطاني اف والاي الاف هو سوالي مشكله شنو المتبقي مالته الاي الاف اللي بعده الاف هو سوالي مشكله شو اعوفه شنو اللي الباقي مالته الدي الدي زائد الافبار الافبار وهنا أنا عندي الابسلون نجي على الاخر واحد الاخر واحد شنو بي الاخر واحد شنو بي طيب ما بي لفت ما بي لفت ريكيرجن صح لو لا هذا ما بي لفت ريكيرجن بس شنو بي لفت فاكتورينج لفت فاكتورينج عافيه زين اللفت فاكتورينج محمد شلون نسوي طيب انا هذا ما فهمته اسعد افهم يعني بس فهمت الاول أي؟ ناخذ ناخذ المتشابه عافيه شنو المتشابه احمد الاس اي اس اي تمام بعدين استاذ تصير شنو ويا الاس اي ويا الاس اي شنو ننزل الاي شنو ننزل ويا الاس اي الام والان صحيح الام والان بس قبل الاس والاي شنو ننزل ويا بالقاعده ايش قال بس الاي بار استاذ الاس بار عافيه الاي بار الاي بار اور شنو ننزل وياها الام ان الام اللي ما مشابه شكو عنصر عندي يعني ان شاء الله عندي هنا الف عنصر ما مشابه هذا شبي ينزل مباشره ينزل مباشره بقى عندي شنو هو بقى عندي الاي بار اي ناخذ الاي بي بس والابسلون بس الاي بي عافيه الاي بي زائدا الابسلون هذا بالنسبه يعني هذا السؤال اللي اجى بالامتحانات النهائية هذا الجرامر هيك يجيكم طلاب يقول لك تخلص لي من الليفت ريكيرسيف والليفت فاكتورينج تروح تشيك الجرامر تشيك اول شيء بالنسبه بي ليفت ريكيرسيف تتخلص منه ما بي ليفت ريكيرسيف تروح على الليفت فاكتورينج ما بي ليفت فاكتورينج لا تحاول انت الا تجي تقول لا هذا بي ليفت فاكتورينج لو ليفت ريكيرسيف لازم اتخلص من عنده هواية طلاب يعني العام مثلا هذا جاوب جاوب هذا هذا ما بي لا ليفت ريكيرسيف ولا شيء تنقص درجتك لما ما بي هو لا ليفت ريكيرسيف ولا ليفت فاكتورينج انت علي شو تجاوبه دكتور اذا ما بي بالحل بالجواب شو نكتب عليه نخلي فارغ لو ما لا لا تنزل وانت شو راح تحل راح تجي هذا مو هذا الجرامر هذا الجرامر تجي تنزل الاول واحد وتنزل الحل الجوا الثاني هذا بس تنزل لي اياه تعوفه بس تنزل لي اياه يعني نفسه اللي ما موجود هو بالسؤال لان باعتبار اعرفك انت فاهم بان هذا ما بي لا ليفت ريكيرسيف ولا ليفت فاكتورينج تمام دكتور سؤال اي تفضل استاذ اخر واحده اذا تكرر عندنا الاس اي مثلا بثلاث حقول شلون الحل استاذ محمد يسال يقول في حاله تكررت عندنا ان شاء الله هسه هيك تصير عندنا مثلا اي انطاتنا هنا اس اي
وجدت هنا قالت S A A B وبعدها هنا S A A small وجدت هنا مثلا همينة S A B وهنا M N M N. شو نسوي محمد؟ لازم ناخذ مشابه من ذولا، ناخذ مشابه واحد من ذولا، ذولا الأربعة، هذا وهذا وهذا وهذا، ناخذ واحد فقط الاي، الاي ينطيني فقط الاس اي، الاس اي اي بار، وهنا الام، هنا الان، وعندي هنا الاي بار المتبقي، المتبقي بقى عندي شنو، وهنا بقى عندي اي بي، بقى عندي اي بي، وهنا بقى عندي اي، وهنا عندي بقى بي، وعندي هنا هذا الابسلون. يعني ايش قد ما يتكرر عندي لازم اخذ فقط عندي واحد من هذولا. بقت عندنا يعني شيلان سألت بالبداية قالت يعني في حالة يعني انا اجاني سؤال هنا يعني مثلا انطتني انطاني بالسؤال هنا يقول اف، انطاني مثلا اف هيك اتش جي، يعني ما ويا كل شيء بالنسبه اف، انطاني اف او الاتش جي، فجيت هنا انا ايش قلت؟ قلت الاف انطاني اتش جي، اف بار، وجيت هنا الاف بار بقى هنا الشيء، هنا الطلاب اكو شيء بقى عندي، بقى شيء عندي، كل شيء ما بقى، فكل شيء ما انزل شنو انزل؟ الاف بار ينطيني شنو؟ ينطيني الابسلون. اذا ماكو كل شيء ويا العاصي شلون هسه هاي الاس والاي، شلون هاي الاس والاي؟ بقى شيء، كل شيء ما بقى، ما اكتب كل شيء بس انزل الابسلون. هذا سؤال الشيلان لو عندك يعني غير شيء. كنت شيلان مو ويانا. على كل طلاب هاي ال يعني اللي سألت بي شيلان قالت يعني إذا العنصر إذا أنطينا العنصر بس ما ويا كل شيء، فالعنصر ما ويا كل شيء شلون راح نتعامل ويا؟ فأنا بالنسبة لي أعوفة أخذ الحرف اللي ما بيه هو الليفت ريكيرجين، بس لما أجي بعدها بالأفبار، بالأفبار إذا في حالة ما ويا كل شيء أنزل الأبسلون، أعوفة فارغ خلص، لأن هذا ما ويا. يعني اللي بالقاعدة يقول لي نزل لي المتبقي، بما أنه ما ماكو متبقي شيء فأعوفة. زين هسه احنا اليوم خلصنا الليفت ريكيرجن، نتوقف هسه حاليا، انتوا تعبتوا، فان شاء الله هذا يعني السبت الجاي ما عندنا لا نشاطات ولا هاي، راح نعيد هذا الفصل نركز عليها، احتمال حتى عملي ما راح ناخذ، راح نركز على الفصل الثالث كله ونعيد على الصبورة، راح تكون عندكم واجبات بنفس الصف انطيكم اياها تحلونها، لان هيك نتعامل ويا بالنسبة للجرامر والمسائل، هذا افضل شيء. فاللي عنده سؤال استفسار اللي يتذكره هسه عادي احنا موجودين نقدر نجاوبه، اللي ما عنده يروح يراجعها ويكتبها من ان نداوم ان شاء الله السبت الجاي، راح تكون عندنا المحاضرة محاضرة نظرية بإذن الله. فأحد عنده سؤال استفسار قبل لا ننهي؟ استاذ هذا آخر موضوع يعني؟ اي هذا قبل نص سنة قصدي؟ لا لا بعد، وين وينك عثمان؟ وين بعد؟ استاذ دكتور امتحانات شو وقت؟ الامتحانات بالنسبة لكم فصلية بس، جماعة الأول والثاني لا،
خل بس نسد إذا بما أنه ما عندكم سؤال على المحاضرة. طلاب هو يعني حسب تعليمات الوزارة، تعليمات الوزارة تقول بنهاية الثالث، بنهاية الثالث يعني نص الثالث.